الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هدى. الإخوة الأعزاء والأحبة، ألف مبروك قدوم شهر رمضان، وإن شاء الله عز وجل بالقبول وزيادة التقوى والأجر العظيم إن شاء الله عز وجل. إحنا كعادتنا في رمضان عندنا خواطر وجدانية نتداول فيها بعض المعاني البسيطة التي تلزم المسلم في حياته عموماً، وتشكل عنده خارطة فهم في هذه إن شاء الله عز وجل. في هذه الأيام المباركة من رمضان سنتحدث عن قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما هي أوجه الأسوة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يمكن للمسلم أن يلحظها ويمكن أن يستفيد منها في حياته ويمكن أن تستفيد منها الأمة؟ سنحاول أن نتناول 30 خاطرة حول هذا الموضوع لتبسيط الأفكار الأساسية الكبيرة جداً في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. هي من أغنى الحيوات وأكثرها إن صح التعبير قدرة على إعطائنا معنى للحياة ومعنى للوجود. فكيف نبحر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حب الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، ونعايش سيرته المباركة ونفتتح بها فهم جديد وتصورات جديدة؟ هذا ما سنحاول أن نفعله إن شاء الله عز وجل في خلال الحلقات القادمة من الخواطر الوجدانية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها، سواء كنت أنا كمتحدث أو المستمعين الكرام الذين تعودوا على هذا البرنامج الشهري، ولعل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا بها بركة ويجعلها من ما يفيد الأمة ويفيد المجتمع بشكل عام. فإن شاء الله عز وجل تصحبونا في هذه الرحلة المباركة، ونسعد بكم ونسعد إن شاء الله عز وجل بإطلالتكم على هذا البرنامج، ولكم التحية والسلام.